أهلا بكم مشاهدينا إلى النشرة الاقتصادية. المهندس عرنوس يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي ويقر مشروع الدراسة الإقليمية للإقليم الساحلي ومخرجاتها. فلاديمير بوتين: روسيا تعاملت بنجاح مع الضغط الغربي وتكتيك الحرب الاقتصادية الخاطفة لم ينجح. السلام عليكم. أقر المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي خلال اجتماعه برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء مشروع الدراسة الإقليمية للإقليم الساحلي ومخرجاتها. الخطة الإقليمية بما ينسجم مع توجهات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي المقرر سابقا. وأكد المهندس عرنوس أهمية المشروع في وضع كل المحددات والتوجهات الخاصة بالاستثمار الأفضل لمقدرات محافظتي طرطوس واللاذقية من جميع النواحي الاقتصادية والعمرانية والخدمات وفق أسس علمية تؤدي إلى إحداث نهضة تنموية متكاملة وتوظيف الأمثل للتنمية الصحيحة في كل موقع. وشدد رئيس مجلس الوزراء على حرص الحكومة على الاستمرار بإنجاز الدراسات الإقليمية لكل الأراضي السورية والتي من شأنها إحداث التنمية المتوازنة والمستدامة على المديين المتوسط والاستراتيجي، مشيرا إلى أهمية التركيز على تموضع النشاطات الزراعية والسياحية والرؤية المستقبلية للنشاط الصناعي. ناقش اليوم دراسة الخطة الإقليمية للشريط الساحلي. هذه الدراسة التي تم إعدادها من قبل الخبراء المختصين ومن الجامعة والفرق من كل الوزارات المختصة بمتابعة من وزارة الأشغال، وبعد تحليل للواقع الجغرافي والواقع الموارد وكل ميزات الشريط الساحلي، تم وضع هذه الدراسة التي أدت بالنتيجة إلى وضع مسارات توجيهية للتنمية المستدامة في هذه المنطقة. هذا المشروع من الأهمية بمكان، بحيث أنه بيحدد أماكن الاستثمار والأماكن الزراعية والبنى التحتية في قطاع النخل وفي القطاعات الأخرى من أجل خدمة الإقليم نفسه وربطه دوليا ومع الأقاليم المجاورة. عملنا في هذه الدراسة على مدى 3 سنوات تقريبا وبشكل تفصيلي لكل القطاعات وكل المناطق، وتم التركيز على أن هوية الإقليم هي هوية زراعية نقلية وسياحية، ولذلك فإن هذه القطاعات 3 تعد قطاعات رائدة ويجب العمل على تنميتها وتنمو إلى جانبها بقية القطاعات الإنتاجية والخدمية الموجودة في المنطقة. هذا المشروع أخذ المقياس الإقليمي بالحدود الإدارية لمحافظتي اللاذقية وطرطوس وبخبرات محلية ووطنية، وهو مشروع متابع من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان باجتماعات التتبع، وأيضا من قبل ممثلي الجهات العامة في الوزارات المعنية ومدراء دعم القرار في المحافظات. أعلن مصرف التوفير أن إجمالي عدد القروض والتسهيلات الممنوحة لغاية الأول من شهر أيلول الجاري وصلت في المصرف إلى 20,597 قرضا وبقيم مالية وصلت إلى 58 مليار ليرة سورية. وكشف تقرير تتبع صادر عن المصرف بأن هذه القروض الممنوحة للعاملين في الدولة كانت بحدود 12,883 قرضا وبقيم مالية تجاوزت 33 مليار ليرة. وعدد قروض المتقاعدين المقدمة من المصرف وصل إلى 3502 قرض بقيمة وصلت إلى 4 مليارات ليرة سورية. وقدم المصرف 5105 قروض للعسكريين بقيمة تقارب 17 مليار ليرة. ووفقا للتقرير المذكور، قدم مصرف التوفير لغاية الأول من أيلول الجاري 38 قرضا عقاريا بقيمة 2 ملياري ليرة،
39 قرضا سكنيا للعاملين لديه بقيمة تجاوزت 743 مليون ليرة. أما القروض المتناهية الصغر فلم تتجاوز 29 قرضا بقيمة وصلت إلى 621.132 مليون ليرة سورية. تواصل وزارة الاتصالات والتقان العمل على تطوير بوابة الحكومة الإلكترونية المصغرة لتصبح تفاعلية وتتيح للمواطنين المشاركة بآرائهم حول جودة الخدمة إلى جانب ما توفره من معلومات حول الخدمات الحكومية وفق نموذج موحد يتضمن الوثائق اللازمة والرسوم المالية المطلوبة والوقت المتوقع لأدائها. وبيّن مدير التحول الرقمي في الوزارة الدكتور محمد محمد أن البوابة التي أطلقتها الوزارة في عام 2020 تتضمن دليلاً بالخدمات التي تقدمها الحكومة في جميع الوزارات، موضحاً أن العدد الكلي للخدمات الحكومية الإلكترونية وصل حتى الآن إلى 4246 خدمة نشر منها على بوابة الحكومة الإلكترونية المصغرة 2894 خدمة موزعة على 26 جهة، حيث تم توصيف الخدمات المنشورة بشكل كامل ودقيق نظرا لأهميتها الكبيرة في قطاع الأعمال والأفراد. يشار إلى أن مركز التصديق الإلكتروني في الهيئة الوطنية للخدمات الشبكة أطلق الشهر الماضي المنظومة الجديدة لسلطة التصديق الإلكترونية، وذلك في مبنى الهيئة في مجمع الديماس التقاني. شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع حكومي طال الشؤون الاقتصادية على أن روسيا قادرة على التعامل مع الضغوطات الغربية، مؤكدا أن تكتيك شن حرب عابرة وسريعة ضد البلاد لم ينجح. يتم تنفيذ مجموعة من الإجراءات في روسيا لدعم الاقتصاد الوطني. نعمل لمنع حدوث ركود اقتصادي مما ساهم في استقرار التضخم بعد بلوغه الذروة في نيسان الماضي، حيث تراجع ووصل بتاريخ 5 أيلول الجاري إلى 14%. هناك مؤشرات لبلوغ المؤشر مستوى 12%، كما أن مؤشر التضخم سيواصل التراجع في روسيا. عملية التخلي عن الدولار أمر حتمي ولا مفر من ذلك لروسيا. بلغ فائض الميزانية الروسية في فترة من يناير وحتى آب 2022 مستوى 137 مليار روبل. يجري العمل الآن على مشروع الموازنة للعام القادم، ويفترض أن تتصدى الميزانية للتحديات ذات الأولوية التي تواجه روسيا. الوضع في سوق العمل لا يزال مستقرا، والبطالة عند أدنى مستوياتها في التاريخ. إلى ذلك أعلنت الحكومة الروسية عن خطة لتخصيص نحو 100 مليار روبل لتحسين استقرار الاقتصاد الوطني، منها 15 مليار روبل لتوسيع إنتاج طائرات MS-21 و 25 مليار روبل أخرى لدعم نظام إدارة الحركة الجوية. وقال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوتسين وفقا لوكالة نوفيستي تواصل الحكومة اتخاذ قرارات لدعم الشركات ومواطنين في مواجهة القيود الخارجية. وفي اجتماع لهيئة رئاسة اللجنة الحكومية حول زيادة استقرار الاقتصاد ناقشنا بالتفصيل المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، وسنخصص 100 مليار روبل لهذه الأغراض. كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن انقطاع إمدادات النفط الروسي سيلحق أضرارا فادحة بالاقتصاد الأمريكي وسيمثل كلفة استراتيجية إضافية للعقوبات. وذكرت الصحيفة في تقرير لها إن مسؤولي البيت الأبيض لا يرجحون أن يتسبب الركود في أوروبا بالضرورة بركود في الولايات المتحدة، إلا أنه مع ذلك فإن الوقوف الكامل لصادرات النفط الروسية سيضر بشدة بالاقتصاد الأمريكي، مشككة بحقيقة أن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا ستصمد أمام أزمة طاقة حادة تعصف بالغرب. شاهدين أخبار الاقتصاد انتهت، وعودة إلى وفاء. شكرا، يعطيك العافية.